أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية متينة، مشيرا إلى أهمية استمرار تعزيز التعاون المشترك بينهما على كافة الأصعدة بما يسهم في فتح آفاق جديدة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم كل من سعادة السيد ستيفن مونشن وزير الخزانة الأمريكية وسعادة السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي بمناسبة زيارتهم للمملكة للمشاركة في ورشة السلام من أجل الازدهار بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية. وخلال اللقاء تم استعراض أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ونوه سموه بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي. هذه ورشة مهمة جدا، هذه ورشة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين تضع الأسس السليمة للتطوير الاقتصادي ولتطوير فرص التنمية للشعوب العربية في المنطقة، الشعب الفلسطيني، الدول المجاورة لفلسطين، تخلق تأمل أو يعني تطمح إلى خلق المناخ المناسب للجميع لأن يفكروا في أمور السلام ويفكروا في أمور الحياة الأفضل. إن كان أحد منا في المنطقة لديه مشكلة أو لديه صعوبات أو فاقد لأشياء يتمنى أن يكون عنده فسيكون تفكيره غير، لكن لما يكون عنده حياة يتطلع إليها ويتطلع إلى حماية الحياة اللي هو فيها ساعة نفكر أحسن كلنا. إذا أدت إلى تحقيق السلام في المنطقة بيكون شيء طيب جدا، فما نأمل إليه هو تحسين المناخ. سنتمكن من إنجاز الشق الاقتصادي إذا نجح الجانب السياسي، لذلك نعتبر حل الدولتين مبدأ هاما من المهم الاستمرار في جهودنا لإنجاز هذا الحل. وجود هذا التجمع الذي يضم نخبا من قيادات العالم هو إنجاز مميز يحتسب لحكومة البحرين وللبحرين كمملكة.